مساء الخير عادل، خليل ابو خليل، موقع 360. السؤال ديالي انه في المباراتين الاولى والثانيه تنشوف ان الوداد يعني مفتقد صانع الالعاب اللي يصنع اللعب، هو وسط الميدان المحرك، وتعرفوا انه اي فريق يعني القوه ديالو هو وسط الميدان، يعني هو اللي من تكون القوه ديال اي فريق. باش ممكن يكون النقطه هذه زائد الى سمعتي لها سي عادل، لانه سمعت المدرب الهلال قال انه 20 حصه ومازال باقي ما غير كافيه، ومازال انه تطالب الوقت وانه فتره اعداد وكذا وكذا، ولكن لما تنشوف انه ردود جمهور ديال الوداد، يعني الله عندك تسع حصص تدريبيه، لاعبين يعني لائحه غير نهائيه، وتنشوف هذا اللغط اللي بدا صراحه تتاسف بدا في الوداد. واش ما تيقلقكش هذه المساله ديال الاستعجال النتائج في الوداد السعادي؟ شكرا. نبدا بالنسبه للسؤال الثاني، بالنسبه لي انا شخصيا ما لحد الان ما لاحظتش انه كاين ضغط من الجمهور، العكس انه الجمهور لحد الان لقيت اللي سند من عنده، وهذا كما تنعرفوا هذا الوقت تاع الحين انه تاع لي ريزو سوسيو، كل الدعم بلا مجامله، كل الدعم من الجمهور وفريق الوداد البيضاوي. كاين واحد الفئه ولكن كل حر يقول الراي ديالو، ولكن لا تنقول لك الجمهور المغربي والاحساس ديالي كل الدعم، وبعض الخطرات تنقول كاع في راسي بانه لازم يكون اكثر، ولكن الدعم من الجمهور والدعم كبير، عندهم كل الثقه. هذا شيء جيد. انا قلت اول مره انه جيت الفريق الوداد البيضاوي من اكبر الدوافع انه الجمهور، وهذا وعدته بانه غادي نحمل ما امكن باش نوفروا لهم. الا نكونوا واقعيين كما قلتي 9 ايام لا تكفي باش نادى. الا بغينا كما نقولوا ننتقدوا فاحنا ماشي واقعيين. انا تلعبت الكره وتنعرف الكره، انه الا واحد يجي ينتقدني انه بعد 9 ايام هذا. حنا تركزوا على الشغل ديالنا، المهم البروجي ديالنا. حنا بغينا الفريق الوداد البيضاوي نعطيه هويه ان شاء الله تشرف فريق الوداد الرياضي وتشرف الكره المغربيه. بالنسبه لي شخصيا كمدرب كمسؤول اول، تنحس بالدعم من الجمهور، تنحس بالدعم من الاداره ومن اللاعبين، هذا هو اللي مهم عندي، تنشوف تحسن. بالنسبه لي قلتي السؤال الاول ديالك بانه صانع الالعاب، بالنسبه لي انا تنعاودها انه هنايا هذا الكأس تنحاول ما امكن باش نوازن ما بين معرفه اللاعبين، معرفه الخصائص اللي خصنا، وتحقيق نتيجه ايجابيه. ولكن الدرجه الاولى انه نعرف الفريق. انا فاش جات عندي الاداره تاع فريق الوداد البيضاوي كان يمكن نقول بانه خليوني حتى لمورا كاس العرب، ما ناخذش لو ريسك كما تنقولوا، ومن بعد كاس العرب ناخذ، عندي فتره تاع استعدادات تاع 3 اسابيع هذا. ولكن انا تقبلت باش نجي لهنايا باش نشوف الفريق ديالي، هذه بالنسبه ليا ربح، لانه الحين هذا الشيء اللي تنشوف المسائل اللي قلتي تاع صانع العاب، هجوم، دفاع، التاقلم تاع اللاعبين، هذه مسائل بالنسبه ليا مسائل ذهبيه ناخذهم بالنسبه باش نكون في اهم الاستعداد ان شاء الله. هذا هو بالنسبه ليا هو الربح الاول. الربح الثاني بغيت انه نحقق واحد النتيجه ايجابيه. علاش هذه النتيجه الايجابيه؟ لان تعطي كما تنقولوا واحد النفسيه، ولكن لما جاش هذه النتيجه ايجابيه فهذا هو الواقع. ولكن غادي نحاول ما امكن لغايه لان احنا مسؤوليه ديالنا كما تنقول اللوغو ديالنا انه بان المباراه الاخيره نحاولوا نقدموا ما امكن، وبغينا باش نتاهلوا ان شاء الله. ولكن لغايه الحين انه الهدف ديالنا انه نقيموا الفريق ونحاولوا ما امكن نستعدوا ما امكن للكؤوس الكبرى اللي جايه ان شاء الله في المستقبل.